ورجعنا من الفاصل وفقرتنا دلوقتي عن قضية شغلت الرأي العام الفترة اللي فاتت وهي بيت الطاعة. ويشرفني ان هو يكون موجود معايا الأستاذ أحمد عبد الله المحامي بالنقد والدستورية العليا وفضيلة الدكتور عادل مراغي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا بس عايزين نعرف بيت الطاعة ده إيه، يعني احنا شفنا أفلام كتيرة جدا عن الموضوع ده هوت وخدونا بقى سكة تانية ان هو لازم بيت ويكون بيت ممكن يبقى في حتة شعبية قوي أو حاجة مش لايقة بالزوجة أو كده، فعايزين نعرف ايه فكرة الانذار بالطاعة وبيت الطاعة عامة. صحيح، هو في موروث عند المواطن عن طريق الدراما المصرية عن بيت الطاعة، بيقول ان بيت الطاعة دوت في تنكيل للمرأة ان هي تخش قهرا في طاعة زوجها، لكن في الحقيقة الامر ده مش صحيح او مش دقيق بنسبة كبيرة، لان بيت الطاعة ده بيبقى ليه شروط. بس في الاول بنحب ان احنا نمهد ان في التزام متبادل على الزوج وعلى الزوجة، على الزوجة ان هي تطيع زوجها وفقا لتعليم الدين الاسلامي وفقا لعقد الزواج. احنا عايزين نبتدي الاول نتكلم معلش في انذار الطاعه، يعني هم الاول بيتخانقوا مع بعض فهي تاخد بعضها وتروح تقعد عند بيت اهلها مثلا كام يوم بقى ويروح بعت لها انذار بالطاعه. ما هو ده الالتزام ان هي عليها ان هي تطيعه. وهو عليه التزام ان هي ان هو ينفق عليها. تمام؟ لو هي خلت بهذا الالتزام وراحت الى بيت اهلها غضبت كده زي ما بيقول رجل الشارع العادي، غضبت وراحت لبيت اهلها، من حق الزوج ان هو يوجه ليها اعلان بالدخول والعوده الى طاعته مره اخرى في مسكن او منزل الطاعه. ومنزل الطاعة هنا يا إما بيكون مسكن الزوجية وفقا للقانون أو أي مسكن آخر اللي هو بيقولوا عليه مسكن الطاعة، لكن الشروط اللي لازم تكون متوفرة في مسكن الطاعة إن هو يكون في الأدوات من الأواني والمعدات والأساس وفقا للحالة الاجتماعية والحالة المالية لكلا الزوجين، أو من باب أحرى للزوج لأن هو الملتزم بالإنفاق، إن هو يكون في مكان آمن مش معزول عن الناس، ان هو يكون مستقل يعني ما يبقاش في بيساكن حد غير الزوجين زي الام او الحما او الاخت او الكلام ده، مستقل تماما. دي الشروط اللي هو كفلها القانون في مسكن الطاعه. لكن ما اشترطش ان هو يكون نفس المسكن اللي هم ساكنين فيه قبل ما تسيب البيت. ممكن يكون مسكن الزوجيه وممكن يكون مسكن الطاعه، بس لازم كده او كده لازم يتوفر فيه الشروط اللي القانون حددها سلفا واللي احنا قلناها من يعني منذ. هو لما بيختارها في الانذار ده ما بيكتبش فيه العنوان؟ يعني العنوان بيكتب لازم فيه؟ لازم لزمن من شروط هيكتب عنوان مسكن الزوجيه اكيد. اللي هو بيكتب عنوان مسكن الطاعه اللي هو بيكون يا اما مسكن الزوجيه او مسكن الطاعه، ولازم ان هو يكتب فيه محدداته وشروطه والمكان بتاعه، وان هو يكون مستوفي من كافة الشروط القانونية. والموضوع دوت يعني مش اجباري على الزوجة هنا. ده بقى اللي عايزين نعرف رأي الدين فيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. هل في اجبار على الزوجة ان هي ترجع للبيت الطاعة او اللي ماسكن؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا رحب بسعادة المستشار. اهلا بحضرتك. وسعيد بوجودي مع حضرتك استاذة نهى. اهلا بحضرتك. موضوع حضرتك بيت الطاعة، لابد أولا أن نعرف أن الإسلام لما جعل الزواج جعله سكن ومودة بين الزوجين، حقوق متبادلة بين الطرفين. وربنا تبارك وتعالى قبل أن يشرع الطلاق شرع هنالك أدوات لتقويم الأسرة. من هذه الأدوات ذكرها الله عز وجل في سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضرب، إلى أن قال ربي تبارك وتعالى: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. دائما وأبدا الإسلام جعل الزواج عبارة عن صمام الأمان لهذه الأسرة. فبالتالي قبل أن نلجأ لابد أن نتحدث عن النشوز قبل أن نتكلم عن بيت الطاعة. ما فيش حاجة اسمها بيت الطاعة عندنا في الإسلام كما سيأتي الحديث عن ذلك. النشوز في الإسلام معناه الترفع، معناه عدم الطاعة. وللأسف إحنا حضرتك زوزنها بنتكلم كثيرا عن نشوز الزوجة وننسى أن نشوز الزوج أيضا مذكور في القرآن الكريم. نشوز الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن. نشوز الزوج، كلمة نشوز دي حاجة صعبة أوي. نعم. يعني تحس أن أنت حاجة معناها عدم الطاعة، معناها الخروج عن طاعة الزوج أو الزوجة. طب ممكن يكون الزوج ناشز؟ نعم. قال تبارك وتعالى في آخر سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير.
صلحا والصلح خير. فبالتالي قبل أن نلجأ إلى بيت الطاعة في الإسلام لا وجود له إطلاقا. الشيخ عطية صقر لما تحدث وكان هو فقيه العصر قال هذه بعض عادات بعض القبائل العرب وسرت إلى مجتمعاتنا الإسلامية ولا دليل عليها. الدليل على كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك لما في قضية بين زوج وزوجته نفرت منه الزوجة. هذه المرأة كانت أمة ثم كاتبت نفسها وأعتقد تسمى ببريرة وزوجها كان اسمه مغيث كان أحبها حتى كان يأتي إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويسح دموعه في حجره. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أتدري أو ألا ترى إلى حب مغيث لبريرة إلى بغضها له. النبي صلى الله عليه وسلم قام مع مغيث حتى يشفع عند بريرة هذه. عملين النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عودي إلى أبي ولدك. هل أجبرها؟ لا. قالت له يا رسول الله أأنت شافع أم آمر؟ أنت بتأمرني ولا بتشفع؟ قال لا بل أنا شافع. كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنا آمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جبر أحدا قط على أن يعيش مع غير أو شخص لا يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة قالت له قال أن إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله وردت شفاعة النبي لأنها تبغضه. إذن بيت الطاعة عبارة عن قهر وكسر لحرية المرأة ومش موجود في الدين ومش موجود في الإسلام ولا وجود له إطلاقا. إنما سرى من بعض قبائل العرب والقوانين الوضعية. جانا بقى في القوانين منين؟ يعني أول ما ظهر أنا قريت إن هو تقريبا بقى له 100 سنة. هو ليه أصول تاريخية من العهد العثماني والعهد المملوكي وفي في السبعينات من مطلع القرن الماضي كان في قانون ذكر عليه أنه هو قانون الطاعة. المحكمة الدستورية العليا انتصرت لمبادئ الدستور اللي هو بيقول في المادة الثانية أن الدين الإسلامي هو الدين الأساسي للدولة وأن هو لا يجوز أن هو يتم مخالفة أي من أحكام القانون. والمحكمة الدستورية العليا تدخلت وألغت هذا التشريع وأصبح إلى ما نحن فيه الآن. ألا وهو أن هو زي ما ختمنا في الفقرة الأولانية أو في السؤال الأولاني أن مفيش إجبار على الزوجة أن يخش في طاعة زوجها. غاية ما هنالك أن الزوج بيعلن الزوجة بيحسها ان هي تدخل وتعود في طاعته. بس بهددها بعد اذن معليك يا سياده المستشار بهددها باسقاط النفقه بالظبط. لا وهذا ما يؤخذ به في القانون يعني هو الحالي. الغرض اصلا من انذار الطاعه هو هي ما دخلتش في طاعته يسقط النفقه. هو مخيره بين امرين هو سقوط النفقه او الخلع. تمام. لا هو يا دكتور هو بيحسها ان هي تخش في بيت الطاعه. الامر كله بيتم عرضه على قاضي الموضوع على قاضي محكمه الاسره. تمام. علشان ممكن هي بتعترض على هو مش بيهددها يعني في بعض الناس المثل بيقول صوابعك ما زي بعضيها. في بعض الناس بتهدد. نعم تمام. وفي بعض الزوجات بتهجر مسكن الزوجيه دون وجه حق. تمام. فبيكون هنا للزوجة هي بتعترض. ايه ده حضرتك؟ نعم؟ يعني من غير المقاطعه مين اللي بيقدر الحق؟ يعني مثلا الشهود مثلا بييجوا يشهدوا ان العلاقه بينهم كويسه او ممكن يكون هو مفتري عليها او هي مفتريه عليه. مين اللي بيقدر؟ ولي الامر اللي هو القاضي. ولي الامر اللي هو القاضي هو بيعلن. يستعين بمين بقى؟ بالشهود مثلا؟ هقول لحضرتك بس هي فيها كدا؟ تسلسل اجرائي. فالشريعه والقانون القانون الحالي يكاد يكون بيتطابقا زي ما تفضل استاذنا الدكتور. بس بنوضح من الناحيه القانونيه الاجرائيه. تمام. هي لها ان هي تعترض في خلال 30 يوم وبتقول مبررات الاعتراض سواء المسكن غير شرعي او الزوج غير امين عليها نفسا او مالا. في هذه الحاله بيرفع الموضوع الى القاضي. وان هي بتعترض القاضي بيشوف اسباب الاعتراض هل هي سديده ام غير سديده، هل الزوج مخطئ ام الزوجه مخطئه. فرضا لو الزوج مخطئ القاضي على الفور بيقضي باعتبار انذار الطاعه كان لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها استمرار التزام الزوج في الانفاق على زوجته. اما اذا كانت الزوجه يعني تبطرت على حياتها الزوجية بعد أن سبق وقابلت لها لأن الزواج عنصر من أركانه أو ركن من أركانه الرضائية. هي كانت راضت وراضت بالوضع القائم والظروف الاجتماعية والمادية للزوج. أما إذا هي تبطرت على هذه الحياة بعد أن قبلت إيه اللي بيحصل؟ القاضي بيلتفت عن اعتراضها. القاضي بيلتفت عن اعتراضها ويترتب على ذلك أثر إسقاط حقها في تقاضي النفقة لأن هي لم تسلم نفسها
إلى زوجها ولم تطعه. فهنا القانون أعتقد أنه اتفق مع الشريعة وأدى السلطة لولي الأمر اللي هو القاضي أنه يدرس كل حالة على حدة ويبان إن كان الزوج هو المعتدي أم الزوجة هي التي تبترت على حياتها وما يترتب على ذلك من أثار. أما الحكم بنشوز الزوجة أو عدم نشوز الزوجة كأثر من أثار القبول الاعتراض بتاع إنذار الطاعة أو عدم قبول الاعتراض. دكتور عادة، لقب الناشز ده في الدين الإسلامي حضرتك بتقول، طيب تعريفه إيه مبسط؟ يعني النشوز معناها عدم الدخول في طاعة الزوج، يعني تخرج بدون إذنه يعتبر ناشز، لا تطيعه ناشز، يعني ما بسمعش كلامه ناشز. وممكن على سبيل المثال يعني كل ما يحتاجه الزوج إذا كان الحقوق الشرعية بين الزوجين يعتبر ناشز. فهذا هو نشوز الزوجة. طب نشوز الزوج، نشوز الزوج لا ينفق على زوجته، طول اليوم برا قاعد على القهوة وما يعني ما يعرفش أي شيء عن أولاده، هذا هو النشوز. تنفعش بقى تطلبه في بيت الطاعة ساعتها. بهذه الطريقة. ففي حقوق متبادلة بين الطرفين زي ما قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أي درجة القوامة. كثير من الأزواج ربما يستخدم كلمة القوامة على أنها تسلط واستبداد وتعسف. الإسلام جعل القوامة للإنفاق، قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. ليه طيب؟ حيثيات القوامة إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طب الزوج دلوقتي يريد أن يكون قيما وهو لا ينفق، من أن تأتي هذه القوامة لابد للقوامة أن تصحبها الإنفاق ورعاية الزوجة وعدم النشوز وتربية الأطفال والنظر في حقوق زوجته. كل هذه الأمور تستقر الأوضاع بالطريقة دي. لذلك لو كل واحد عرف ما له وما عليه لاستقرت الأوضاع، ولكن المشكلة الزوج يريد حقوقا والزوجة تريد حقوقا ولم تعطي واجبات، والزوج يريد حقوقا ولم يعطي واجبات لزوجته، وديت يعني أساس المشكلة. لو عرف كل شخص ما له وما عليه لاستقرت الأوضاع. الناشز بقى في القانون المصري عندنا ليها حاجة بتترتب عليها، يعني لما تاخد لقب ناشز كده يبقى إيه بقى؟ أثر مالي بيسقط حقها في مطالبة زوجها بالنفقة. لكن برضو مش زي الميديا والأفلام زمان اللي هي كانت مصورانا فكرة ان هي ما تتجوزش قبل كده ويعني بعد كده قصدي ما تتجوزي وكده. لا، هي بيكون الأثر المالي مترتب في حرمان الزوجة من النفقة بأنواعها الثلاثة، سواء المأكل والمشرب والملبس والمسكن، إضافة إلى في حالة وقوع الطلاق بتحرم من المؤخر ونفقتي العدة والمتعة. ده بيكون لكن يحق لها الزواج بعد مرة تانية، يعني عادي ما لهاش دخل. يحق لها الزواج، لأن من الناحية الإسلامية وأستاذنا الدكتور عادل يعني الله يخليك يعني أعتقد أن الشرع الإسلامي نهى عن عضل المرأة بالضبط. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتم. إذا كان العضل لا يجوز إطلاقا في يعني بأي حال من الأحوال، فأباح لها الإسلام بالطريقة ديت الخلع. طب إذا اختلعت زوجها يجوز لها أن تتزوج بهذه الطريقة، فرضا كانت ناشز لا يحق في الأصل بيت الطاعة وما يترتب عليه لا أساس له في الإسلام. جعل الإسلام بدائل. من ضمن هذه البدائل زي ما ثابت بن قيس، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تختلع، أول قضية خلع حصلت في التاريخ. ثابت بن قيس قالت يا رسول الله أنا أكرهه أبغضه، لما نظرت إلى مجموعة من الرجال وقد أتوا وهو أقصرهم قامة ويعني أدمهم خلقة، فقالت له يا رسول الله رأيته وقد أتى بهذه الصورة، فأنا أكره الكفر في الإسلام. إيه الكفر في الإسلام؟ ليس الكفر الخروج عن الدين، إنما الكفر هو كفران العشير. تخشى، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار فرأيت أكثرها من النساء، والحديث في البخاري. لما سئل عن لذلك قال إنهم يكفرن العشير، كفران العشير ونكران الجميل. فهي المرأة هذه أرادت ألا يعني زوجها يقدم لها كل شيء وهي لا تعطيها أي طب احنا معانا اتصال وهو رفض يذكر اسمه، اتفضل معانا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عايز اتصل بالاخوان بتاع جمال دلوقتي في البرنامج.
لمتنا مع جاري. معلش حضرتك على الهوا اتفضل. طيب ما فيش حد من الناس هتكلم على ايه؟ اتفضل حضرتك عايز تكلم مين؟ اتفضل. عايز اكلم المجموعه اللي هم الاستاذ اللي هو ازاي دوت والقبل. مع حضرتك على الهوا اتفضل. ايوه اتفضل حضرتك عايز تسال ايه؟ لو سمحتي انا عندي بنتي وجوزها. ايوه بنتي وجوزها ما بيعملوش اي تحمل مسؤوليه خالص. ما عملتش اي قدر من المسؤوليه خالص وانا شايلها من النهارده 8 سنين. وكل حاجه ومدخل العيال مدرسه خاصه والحاجات دي كلها والاخر خد العيال وراح بلد الناس. بعد ما كنا متفقين اساسا بالخطوبه يوم الخطوبه ان هم يقعدوا معانا عشان الظروف اللي كان عندي ابني كان عامل حته بالشكل والمات فيها. وكان معايا الواد والبنت. الواد توفى في حادث والبنت كانت وحيده. وانا مصطفين كل حاجه الشقه والحاجات دي كلها والامكانيات كلها. والرجل يعني ما عندوش اي قدر من فاهم السؤال. هو بيسال عن ان الزوج خد اولاده ومشي جوز بنته. تمام. هو هيردوا على حضرتك. شكرا ليك لسؤالك. اتفضل. هو بيسال على ان الزوج بنته خد الولاد ومشي مع انه كان متفق معاه ان هو يقعد الولاد يفضلوا معاه في البيت. هو ده الجد يعني. نعم. وهو عنده مشكله في السلوك بتاعه او كده. يعني خد الاولاد وطفش بيهم. بالظبط. ما عايز اقول كده. طب بلا شك يعني ما كانوش متفقين على كده. للاسف يعني دلوقتي اصبح الامور اصبحت كاننا في شريعه الغاب. القوي ياكل الضعيف. اول ما يختصم الله اول ما يختصم الناس يوم القيامه ده المشكله اللي احنا مش واعيينها. اول ما يقضي الله بين الناس يقضي بين الزوج وزوجته والجار وجاره. فالمشكله دلوقتي يعني بين الاسر تتحل في كلمتين. تتحل في زي ما قال ربنا عز وجل فبعثوا حكما من اهله وحكم من أهلها. لماذا لجأت أغلب الأسر لموضوع المحاكم؟ ليه؟ في سنة 2017 مع المستشار حوالي 140 ألف حالة. يعني في تعنت من الأهالي بيبقى ناحية كل واحد ناحية عيلته. يعني ناحية إذا كان أهل الجوز أو أهل الزوج. نعم. كل واحد شايف أن ابنه هو اللي صح وما فيش. صحيح صحيح. لا أنا بتكلم على دخول بعض الأطراف الكبار من اللي هم اصحاب الحل والعقد. المصلح قلما يذهب واحد ليصلح بين اسرتين ونوى النيه الصالحه الا وربنا عز وجل جبر خاطره. سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسل اثنين من الحكمين ولم يصطلحا ضرب سيدنا عمر بن الخطاب الحكمين. قال والله ما اردتما الا الافساد. لان الله عز وجل يقول يريد اصلاحا. فالمساله اللي بيسالها الاخ الكريم هو الزوج ظالم بلا شك. الزوج هنا غدر وخان وخد الاولاد. بس هم ولاده في الاخر. ما هو نرجع بقى نقول هم ولاده. ما هم اولاده بس في في يعني يحرم ليه امهم منهم بهذه الطريقه. طب معانا تليفون تاني اسمع لنا نستاذن. نعم. حضرتك اتفضل. ايوه ايوه استاذ ابراهيم اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. لو سمحت كنت عايز استفسر بس من الاستاذ الدكتور على حاجه بس في الدين والشرع بس. اتفضل حضرتك معايا. حضرتك هو عندنا طريق اللي هو الخلع. انا ما برميش طريق الخلع اللي هو الصلاه اللي هو الخلع اللي في المحكمه. نعم. انا ما برميش من الصلاه فهي ده حلال ام حرام في الدين. نعم. لان انا ما بقولش حضرتك طالق او انت طالق او كده. لا هو القاضي بيطلعها نظاما عن ورق. تمام. انا حضرتك ما برميش يمين الصلاه فهو ده حلال ام حرام. تمام. وصل وصل. تمام شكرا لحضرتك. طب بالنسبه بقى للمحاكم والخلع احنا عايزين لها قضيه لوحدها زي الحلقه لوحدها. بس المتصل الكريم الاول. اللي كان زوج ابنته كان اخذ الاولاد وخرج. لو الاولاد في سن الحضانه من حقها وفقا للقانون ان هي تقيم دعوه ان هي تضم حضانه الصغار اليها ما دام الصغار في سن 15. فالقانون كفل لها ذلك وكفل لها ان هي تستصدر حكم بضم حضانه الصغار اليها ما دامت هي اهلا. حتى الطلاق ولا من غير طلاق؟ يعني حتى لو ما كانوش متطلقين؟ حتى في حاله الطلاق او في غير الطلاق ما دامت ما دامت هي اهلا لتلك الحضانه. لو الاولاد اقل من 15 سنه ولو في اتحاد في الدين وكانوا الاولاد فوق سن التمييز اللي هي سن السابعه
لسان تمييز الأديان. ولو في حالة الطلاق بقى لو هي لم تتزوج بأجنبي عن الصغار، يعني لو هي ما تزوجتش بحد تاني، فهنا من حقها أنها تسترد الحضانة، ويكون ذلك بأحد طريقين، يا إما ترفع دعوة إلى قاضي الأسرة في محكمة الأسرة يعني باسترداد الحضانة، أو أن هي تروح لنيابة الأسرة وهي نيابة متخصصة أنها تطلب صدور قرار من نيابة الأسرة بضم حضانة صغارها إليها ما كانوا هم حتى سن 15. طيب احنا قدامنا 3 دقايق بالظبط، عايزين نجاوب على السؤال وناخد كده ملخص عن موضوع انذار الطاعة. بالنسبة للسؤال الثاني المتصل الكريم من الإسماعيلية، بالنسبة للخلع، هو من حق الزوجة شرعا وقانونا ان هي ترفع دعوى خلع. الموضوع بيكون امام قاضي الموضوع وبيتاكد من توافر الشروط الشكليه. لا هو بيتكلم على ان هو بيتكلم عن جانب الشرع العلمي. ما انا عارفه هو بيتكلم على ان يعني ما قلتش لفظ انت طالق قدام القاضي، هل ده لازم ضروري؟ لا هو دلوقتي القاضي طلقها بالنيابه عنه، مش شرط انه يتلفظ بلفظ الخلع او لفظ الطلاق. هو دلوقتي لم يتلفظ، ولكنه هل الخلع طلاق ولا لا؟ عند جمهور الفقهاء الخلع طلاق. بهذه الطريقه يعتبر دلوقتي اختلعته اول طلقه منه. طب هو ما تلفظ اساسا، ولكن بالنيابه عنه القاضي طلق، اذا حسب الطلقه. تمام، معانا اتصال تاني، معلش اتصال كثيره النهارده. اتفضل استاذ محمد معانا. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضل حضرتك سؤالك. ورحمه الله وبركاته. لو سمحت معايا بيتك. معلش انا مش سامعه حضرتك. معايا بنت تتجوز امها مطلقه. معلش حضرتك وطي التلفزيون ممكن، لان انا مش سامعه. امها مطلقه. معلش انا مش سامعه، ممكن مش سامعين في الكنترول. ماشي، شكرا لحضرتك. تمام، احنا خلاص كده وصلنا لان الانذار بالطاعه او بيت الطاعه ده مش حاجه واجبه على انها تنفذها سواء دينيا او قانونيا للمراه، صح كده؟ بالظبط. ده في كمان بعد ما هي تعترض على انذار الطاعه، من حقها ان هي تطلب من القاضي في حاله استحكام النفور ان هي تطلب من القاضي كاحد حالات الطلاق ان هو يصدر حكم بتطليقها لاستحكام النفور، ويترتب على ذلك اثار ماليه ان هي تاخد نصف المستحقات من نصف المؤخر ونصف نفقتي العده والمتعه. الحقيقه هو الموضوع يعني محتاج حلقات وحلقات كثيره. احنا بنشكركم جدا ان انتوا كنتوا معانا النهارده وشرفتونا شكرا جزيلا جدا ليكم. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من الحلقه، وان شاء الله هنعيد تاني الحلقه تاني ونشوف اذا كان نفس الموضوع ده نقدر نكرره تاني ولا لا. ميرسي، شكرا ليكم، باي باي.